دايما في هذه البطولات بطولة كأس العالم للأندية اللي بتستضيف يعني أماكن سياحية كتيرة جدا، ويمكن حرصت اللجنة المنظمة وعدم استعجالك أو عدم التسرع في المباراة. بنبدأ أحداث الشوط الأول أعزائي المشاهدين، وابتدينا رمية الإرسال في الشوط الأول لصالح نادي الزمالك. شادي خليل بيلعب الرمية الحرة على طول، تغيير في الأماكن لأوجاد صغرة في المساحات. دفاع نادي فيسبرم بيصوب الكرة أحمد الأحمر مسافة ريميلي، عايز يعدي، بتحاول يتحرك لعيبه نادي الزمالك مع اتجاه الكوره، ادى المساحه الفاضيه ناحيه الجناح اليمين وغير اسلوب الهجوم على طول ونقل الكوره ناحيه ميكيتا، ممكن يؤدي الى خسارتك للمباراه وما تقدرش تعوض لان بتلعب قصاد فريق كبير. تصويبه يعني مذاكر لعيبه نادي الزمالك، واضح ان في محاضره فيديو اتفرج عليها. على فكره فريق باسم لغايه دلوقتي هو لسه برضه يعني ماشي بيلعب بحذر على اساس انه وبتركيز شديد جدا، ونقل الكوره المره دي الهجمه ناحيه الجناح الشمال، نوع للمره الثانيه اسلوب الهجوم ناحيه يعني كسادو كده. هم مش بيلعبوا مستعجلين، هم لسه لغايه دلوقتي. ادي ريميلي بيقدر يسجل فاصل رهبه شويه، وده مأثر على ادائهم في الهجوم المنظم اللي بيلعبوا بيه دلوقتي. ثاني عايز يخترق وقدر يخترق، يخش في جو المباراه، بيقدر يسجل الهدف الاول لنادي الزمالك. فاصل بريك، رمت ارسال سريعه لنادي فيستم، ارتداد سريع للدفاع، لكن برضه بقول التمركز مش مظبوط. نادي الزمالك بيستغله فريق فيسبرم وبيسجل دراجان بيشمال بيك، بيرد عليه لعيبه نادي الزمالك، ابتدوا يخش اهو في جو المباراه لعيبه نادي الزمالك، وتبتدي تروح منهم الرهبه من تبقى بخبراتها الدوليه اللي موجوده في الملعب، لازم تبقى عارفه كده. يحيى الدرع في الباك الشمال عايز يعلق كره في الهواء، هرم لكن تصدي رائع من كريم هنداوي، والحاجات دي بتفرق جدا مع حارس المرمى، تديله الثقه في المباراه. تاني يحضر عايز يصوب، صوب كره قويه مفروض كريم. مهم جدا دايما يبقى الخط الخلفي شايفه في تحركاته. تاني بص بيطلع يقابله يوقف، لكن قدر ياخد الكوره لكن ما كانش في وضع زاويه التصويب، بيتصدى بيطلع فاست بريك، فاست بريك لنادي الزمالك في اول فاست بريك ليه في احداث الشوط. ممكن كمان 10 دقائق ممكن نشوف تشكيل تاني. تاني بيعدي من ناحيه الباك اليمين، لكن برافو كريم هنداوي، اختراق من ناحيه الباك اليمين بسهوله جدا من نديم ريميلي، لكن بفارق هدفين 8 دقائق مرت من احداث الشوط الاول. تاني هجمه منظمه احمد سامح صانع لعب نادي الزمالك. احمد سامح بقول لكم لعيب عنده ثقه كبيره في كاسادو، هو بيتكلم مع لعيبه بعينيه على فكره، ما بيتكلمش، هو بيتكلم مع لعيبه واللعيبه فاهماها طبعا وحافظاها. نزل الكره على الدايره، لكن برافو كريم هنداوي، تألق كريم هنداوي للاعب باسم احمد سامح صانع اللعب اللي عامل مباراه كويسه جدا لغايه دلوقتي في التسع دقائق اللي مرت من الشوط الاول. بقول مش عايزين نستعجل ونحافظ على تركيزنا، بياخدوا الكره عايزين يعملوا فاست بريك سريع، والجون فاضي طبعا كان في دقيقتين وطلع وطلع هنداوي اهو قاعد بره. تاني الاحمر نازل كره حلوه على الدايره، لكن وسط ثلاث لعيبه استوقعوا الكوره وطلعوا فاست بريك ومنفرد وبيسجل، سجلوا كده هدفين في الدقيقتين، ودي من الحاجات المستويات الفنيه العاليه. لوكاس ساندل لاعب كامل نادي الزمالك دلوقتي في الملعب. احمد سامح فاول، الحكم بيدي ايقاف دقيقتين للاعب فيسبرم. شادي خليل بذكاء نزل عبد الله امام مكان احمد الاحمر، له وجهه نظره في تشكيلته وادارته للمباراه. رميه جزائيه لنادي الزمالك بيقدر يسجل في النقص العددي. تاني عايزين يعملوا زياده عدديه وبيعايز يخترق، وخد رميه جزائيه بذكاء بدماغه. تاني رميه جزائيه لفيسبرم وبيقدروا يسجلوا. اتلعبت رميه الحره وعايز يصاب كره قويه، لكن بقول لكم واضح ان في محاضره فيديو خدها لغايه دلوقتي، واضح كده من ادائه. عايزين يعملوا فاست بريك سريع، واخترق فعلا، عمل الفاست بريك بتاعه السريع وقدر يسجل من ناحيه الباك اليمين لوكاس ساندل لاعب الفولي. تاني بيصوب كره سهله في نص الجون، لازم ارتداد سريع في الدفاع للعيبه نادي الزمالك. نازل الكره على الدايره متاخرين في الارتداد وبيقدروا يسجلوا. ابتدوا هم دلوقتي بيستغلوا عدم ارتداد لعيبه نادي، كان نادي الزمالك ماشي كويس جدا لكن فقدانه للتركيز ادى تقدم نادي فيسبرم. تاني اختراق جيد جدا من ناحيه الباك الشمال برافو الفولي، جناح اتغير يتحرك يعمل حجز، لكن اتوقع نادي الزمالك الدفاع كويس وتحركه كويس، ممكن يطلع فاست بريك، ممكن يخش على الجون فاضي وبيقدر يسجل، وبيقدر يسجل مازن رضا من اللعيبه الواعده، من اللعيبه الواعده مازن رضا واخوان كارلوس. تاني ناحيه الباك اليمين
بيتحرك لعيبه نادي الزمالك مع اتجاه الكوره. نخلي بالنا من اللاعب الدايره اللي عامل يعمل مشكله ليه. 11-7 الفيسبريم 16 دقيقه ودخل في الزحمه لكن نزل الكوره حلوه قوي لشادي لكن بيطلع يهاجمه كوراليس حارس مرمى منتخب اسبانيا. الانفرادات تضيعها او الرميات الجزائيه تخفق في تسجيلها ثاني. عايز يسجل عايز يسجل وقدر يسجل. احمد الاحمر بيعدي زيد حشاد كان ممكن يكمل لكن ادى الكوره حلوه قوي ناحيه الجناح الشمال لمازن لكن كوراليس بقول لكم ذاكر وحافظ. وبيقدر برافو اكرم يسري. بصوا بيمشوا كوره كتير بيمشوا كوره كتير ما بيزهقوش وادى الكوره ناحيه الجناح الشمال بيمشي كوره كتير عشان يرهق دفاع نادي الزمالك ما بيستعجلوش على الكوره. تاني كاسادو محور الحركه كله كاسادو ويحيى الدرع بيصاوب كوره من مسافه بعيده جدا من بره 9 متر بيقدر يسجل كوره على يمين كريم هنداوي. 13-8 ونازل كوره الله يا شادي ومحور الاداء كله. تاني ناحيه الباك اليمين عايز ينزل كوره على الدايره لكن ما عرفش يستلم الكوره. ارتفاع كويس ضاغط من لعيبه نادي الزمالك. زياد حشاد عايز يعمل فاست بريك عايز يعمل فاست بريك ممكن يكمل من ناحيه الباك اليمين. اكرم يسري ارتدت علينا الفاست بريك هتروح تضيع هترتد عليك بهدف. من احداث الشوط الاول من مباراه ختام دور المجموعات في بطوله كاس العالم للانديه كره اليد وبيقدر يختار بمهاره عاليه. الله الله بيقدر يسجل. نزل سيرجي كوسوروتوفس في الباك ليفت. بقول لكم باسكوال بيغير التشكيل كل من 10 دقائق ل 12 دقيقه بيغير التشكيل ونزل الكره على الدايره. احنا الهدف ال 15 احنا عندنا يعني لازم برافو. هنا الكره حلوه قوي على الدايره حلوه قوي على الدايره. ممكن المباراه تمشي بسيناريو غير كده لو حافظوا على تركيزهم. تاني بص بص الارهاق بص الارهاق في الدفاع لكن برافو كريم هنداوي برافو كريم. تاني زياد اللي عايز يكمل لكن قفلوا عليه لكن ممكن يكمل هو وياخد رمى جزائي برافو لكن برافو زياد حشاد اللي احنا حصلنا فيها على رابع العالم في بطوله العالم الناشئين في كرواتيا. 3 مرات واخد افضل لاعب في المباراه في بطوله العالم احمد الاحمر وبرافو احمد حسام لكن ترجع له الكره تاني. 2 في النص دلوقتي يوسف عز واحمد حسام. نخلي بالنا وعدى عدى عدى 16-12 فيسبريم. احمد الاحمر في الباك اليمين وممكن يصوب. الله يا احمد الله يا احمد الله يا مبدع الله يا مبدع. احمد الاحمر خدع رودريجو على الكوره سيرجي وعايزين يعملوا زياده كان عايزين نقطع الكوره نقفل الكوره قال الدفاع من داخل اللي يقول عليه برافو كريم هنداوي. زياد حشاد صانع اللعب زياد حشاد ممكن يكمل لكن بيتصدى له رودريجو كوراليس. وبقول لكم مذاكر لعيبه نادي الزمالك وراح تصدى وفاست بريك سريع وبيقدر يسجل فاست بريك سريع. اللعيبه فضلت واقفه لعيبه نادي الزمالك. احمد الاحمر في الباك اليمين طلع كوره لزياد حشاد نازل كوره حلوه على الدايره يوسف عزو. الحكم قال ان عايزين يعملوا فاست بريك نوقف الكوره نوقف الكوره نوقف الكوره ايد الكوره ناحيه الجناح الشمال لكن الله يا كريم كريم هنداوي وهتفضل كبير يا كريم هنداوي من اعظم حراس المرمى من ضمن اعظم حراس. عادي ان ممكن اللاعب او حارس المرمى مستواه فتره من فترات يقل لكن ما تهاجموش اديله الثقه ما تهاجموش ده شيء طبيعي. كريم هنداوي بيتالق ويتصدى للتصويبه كبيره كبيره حارس المرمى نادي بيسفيرم هو كريم هنداوي حارس مرمى نادي الزمالك. زياد حشاد صانع اللعب بيتحركوا لعيبه نادي بيسفيرم وبيقفلوا لزياد حشاد ممكن يكمل ممكن والله يا زياد بقول لكم صانع لعب من طراز رفيع صانع لعب من سيرجي بيسيب مكانه لكاسادو. سيرجي قالوا انه كان عشان يصوب وفضلوا المساحه للتصويب جدا زياد حشاد. احمد الاحمر في الباك اليمين بيصوب رودريجو مستنيه في زاويه التصويب تروح الكره ليوسف عزو ممكن يستلم الكره وبياخد برافو يوسف عارف بيعترض على ايه المدير الفني لنادي فيسبر. احمد الاحمر في الرمية الجزائيه الله يا احمد بريست ايده جميله وبيعمل خداع. الكره دي ما تدخلش جون مهم ما يسجلوش مهم ما يسجلوش تطلع كره بره الملعب خلاص تنتهي احداث الشوط الاول. اعزائي المشاهدين من مره لعيبه نادي الزمالك في وقت الاغلب بترهق وما بتقدرش تتحرك مع الكوره وبعدين بيبتدي يدي الكوره للاجنحه او للاعب الدائم. ما عدا ادي كاسادو ليحيى الدرع في الباك الشمال كاسادو اللي عايز يصوب لكن حق الصد الدفاعي مش مركزين. تاني احمد سامح احمد الاحمر في الباك اليمين ممكن يكمل ادي الكوره ناحيه الجناح لاكرم يسري اللي برافو اكرم يسري وبيقدر يسجل وبيقدر يسجل كبيره زي دي.
تاني حد درع الكسادو اللي جاي من النص، الاثنين بيغيروا بينهم مع بعض. وبقول لكم كسادو اللعيبه تاني قفل عليه احمد الاحمر عمر صادق في الباك الشمال وعايز يصوب حق صد نفسه، كان ممكن ينزل له الكوره ما كانش باصص عليه. وادي الفاست بريك وده وهنعمل نادي الزمالك كده بيعمل نفس الاخطاء اللي كانت في فترات الشوط الاول، ارتداد متاخر في عمليه. تاني زياد حشاد في الباك الشمال عمر صادق بيبو، احمد الاحمر عمر صادق بيبو نازل الكوره على الدالي الخطير. الله يا شادي يا رائع. وبيقول الحكم في دقيقتين مفروض يديله ايقاف دقيقتين. نزل اللاعب وعمل مظبوط وبرافو قطع الكوره، برافو الدفاع دي، خرج الكره لاحمد الاحمر اللي ممكن عامل يعمل زياده، اتقفل على زياد حشاد عايز ياخد اللعيبه في ظهره عشان يدي المساحه حلوه قوي لعمر صادق بيه. الله يا زياد، الله يا عمر صادق بيه، يا زياد يا حشاد يا رائع في الباك اليمين خطير. تاني قفل عليه، بص بقى خسادو، بص برده كانت من الاهلي، الاهلي والزمالك. احمد سامح، احمد الاحمر، احمد سامح، عمر صادق تاني عايز يصوب تصطدم، عايزين يعملوا فاست بريك، ارتداد سريع في الدفاع. وقف الفاست بريك، وقف الفاست بريك، برافو شادي خليل. هيديله دقيقتين، هيديله دقيقتين، هيديله دقيقتين، هيديله دقيقتين. بتشاور الحكام بالتشاور. تاني نازل الكره على الدايره، طبعا نادي الزمالك بيلعب نقص العدد، استغلوا النقص العددي وده بقى منطقه النص يعني حافظينه طبعا قافلين عليه تمام. عمر صادق ممكن تكمل، ممكن تكمل، ويقف دقيقتين واضحه. المساحه دي بتاعه زياد حشاد، يعني زياد حشاد موجود في الملعب حلو قوي اللي يوسف عزه، لكن رودريجو شيل هدف اكيد من نادي الزمالك. عايز الكوره فاست بريك اتقفل عليه، اتفضل مساحه وكمل الفاست بريك، لكن برافو كريم هنداوي يا متقاضي، انقل الكره للجناح. وحشه قوي التمريره سيئه، عطلته عطلته، تمريره سيئه عطلته. اوه بكورتك كسادو الخطير ليحيى الدرع، ادى وفضل المساحه للجناح وبيقدر يسجل، وبيقدر يسجل. والنادي الزمالك في ساعات كده اولمبياد باريس، تاني كسادو يحيى الدرع بكسادو بيغير اتجاه الحركه، تاني اللي قدر يبدا نفس المساحه وعد بيقدر يسجل. لوكاس ساندو ده بنسميه اسلوب السهل الممتنع في كره اليد، سيبه في الملعب ما تخرجوش لانه بياخد وقت تاني عشان يخش في. بص زياد حشاد خطير خطير، تاني تحرك وتحرك رائع من ناحيه الباك اليمين، تحرك رائع استغلال نقص العدد زياد حشاد. يتألق يتألق زياد حشاد تاني، مهم لعيبه نادي الزمالك يتحركوا مع الكوره. ادي كسادو الخطير هيتسبب، ادى قرار دقيقتين يوجدوا المساحات ويرهقوا دفاع نادي الزمالك. ناحيه الجناح اليمين لكن برافو كريم هنا زياد حشاد وعايز ينزل الكره على الدايره، لكن زياد حشاد يا رائع يا متالق وبيسجل الهدف زياد حشاد، وقدر انه يسجل 24 20. بص بقى تحريك الكوره، بص بص الكوره بيعمل له هجمه ازاي، ناقص عدد ارهاق يعني ناقص عدد. كاس العالم للانديه لكره اليد هنا في العاصمه الاداريه جاي. يا فولي يا فولي اهدى، نزل نديم رملي لاعب منتخب فرنسا هو اللي معاه الكوره وبيصوب كره قويه، قعد يتفرج بره، قعد على كتف البدلاء يتفرج وشاف المساحه فين ونزل الفولي كمان. باك الشمال ممكن تكمل يا فولي، بينالتي طبعا بقول له ممكن تكمل، معاه منتهى الجديه ومنتهى القوه. باسكوال مديرهم الفني انفعل اكتر من مره في رقم سقط على لعيبته. احمد الاحمر يا متالق يا مو 15 دقيقه اللي جايين، دفاع نادي الزمالك هيفرق معاه في ال 15 دقيقه الجايين، لازم يتحرك مع سرعه نقل الكوره. بص بقول لكم سرعه نقل الكوره يا جماعه اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده مش ابتفل عليه، قافلين عليه. عشان كده بقول مهم ان احمد الاحمر يسيبهم قافلين عليه عشان يدي المساحه للحركه اللعيبه الثانيه. بقول عشان كده جت حشاد يتحرك، عمر صادق بيبو يتحرك، وقدر الفولي انه يسجل. عملوا عايزين كان يعملوا علينا رمه ارسال سريعه وفاست بريك سريع، صوب الكوره بره الملعب، فاست بريك سريع من الفولي. مستعجل يا فولي، بقول له خد الفاول بتاعك مش هيديك حاجه، خد الفاول بتاعك. خدوا هم نديم رملي، بص عمل الحجز، بص عمل الحجز ونزل الكوره على الدايره. و الشوط الثاني من المباراه تقدم فيسبريم، نزل كوره حلوه على الدايره لمحمد طارق اللي واخد خبره كبيره، لعب اولمبياد مع منتخب مصر الاول، لعيب المجري عايز ينزل الكوره، تمريره خاطئه تطلع الكوره بره الملعب. الفولي
الفولي دخل في الزحمه، دخل في الزحمه كويس، خد الفاول بتاعك. علق مبدع احمد الاحمر، احمد الاحمر بيتعمل حجز، نزل الكره على الدايره لمحمد طارق، لكن الكره ما كانتش جايه. كره اليد بيشاهد المباراه تاني، عايز التساعد الخطير يسجل في الزاويه 29 اخر 9 دقايق. ادى الكره ناحيه الجناح اليمين وبيسجل اكرم يسري، اصطدم بالكره في وجهه رودريجو الكره. نديم ريميلي هيدي قرار لحبلين مباراه كبيره، ولاعيبه نادي الزمالك عاملين مباراه كبيره، وكريم هنداوي عامل اللعيبه اللي هم لسه بيلعبوا مع نادي الزمالك لاول مره مباراه مهمه زي دي. وبيخش اكرم يسري بمهاره عاليه بيسجل كره من طبعا احنا في الثواني خلاص تقريبا بيستسلموا لنتيجه المباراه. زياد حشاد وبيصوب، لكن رودريجو كوراليس راح. انت منتخب اسبانيا انت بتلعب. زياد حشاد نزل الكره على الدايره، فاول عكسي مهم، اتلعبت رمى الحره لفيسبريم. سيرجي دخل بقوه وبيقدر يسجل، قوي الجثمان استغل قوته. كوره السريعه اللي بيلعب بيها في تمشيه الكوره في الهجمه المنظمه لفريق فيسبريم. شادي خليل طبعا لعيبه موجوده في منتخب مصر محترفين في الدوريات الاوروبيه، ده بينعكس عليهم بالفايده. ما تيجي الناس تسال انت ليه مستضيف كاس العالم للانديه، دي فرصه فنيه كبيره اضمن الاستفاده الفنيه للاعيبتي من الاحتكاك واللعب في هذه المباراه. 32-25 لفيسبريم اخر دقيقتين ونص. شادي خليل استلم الكوره بتحركاته ذكيه جدا على دايره الستة متر، حاول عطل الكوره فرامه الارسال، الحكم اداله ايقاف دقيقتين. عايز يدى الكوره ناحيه الجناح فضله تماما، استغل نقص العدد الموجود في دفاع نادي الزمالك وبيقدر يسجل الهدف ال 33. اخر دقيقه ونص تقريبا، احمد الاحمر عايز يصوب كره قويه تصطدم بالقائم، ترتد مره ثانيه ليوسف عزو وبيقدر يسجل الهدف لنادي الزمالك. اللي جاي انا بلعب المباراه دي علشان يبقى في اضافه فنيه للاعيبتي في طول احداث الشوط الثاني. الكره ما بتوصلوش تقريبا. الثواني الاخيره، انت لاعب مصري موجود على ارض مصر